السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله يا جماعة احنا هنتكلم على 5 أحلام بتدل على الحسد. لو انت شفت اي حلم من ال5 أحلام اللي هقولهم دول اعرف ان انت محسود. طبعا يا جماعة قبل ما ادخل على الأحلام، انا مش عايز اي حد يستهتر بالحسد نهائي. الحسد مذكور ذكر في السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. يعني ايه؟ يعني الرسول بيقول يا جماعة ان العين دي حق، العين دي حقيقة، ولو في شيء ممكن يسبق القدر، يعني لو انت مثلا مكتوب لك بعد 20 سنة يحصل لك حاجة، لو في شيء بقى ممكن يسبق القدر ويخليها تحصل لك دلوقتي سبقته العين. فيا جماعة العين دي قد تدخل الرجل القبر، فمحدش يستهتر بالعين خالص يا جماعة. انت ممكن تكون عايش كويس وحياتك مرتاحة او انت سعيدة ومبسوطة، فجأة بتلاقي في طاقة سلبية جاتلك كده، فالطاقة السلبية دي يا جماعة بيكون سببها غالبا عين او حسد. فما تستهونوش بالعين خالص يا جماعة. الاحلام اللي هقولها دي بتدل باذن الله بشكل قاطع، لو انت شفت اي حلم من اللي انا اقولهم دول، ان انت مصاب بحسد او عين. فيا ريت اللي يشوف الحاجات دي او اللي يشوف الاحلام دي، انا عامل فيديو في القناة عندي لعلاج الحسد، ودي طبعا مجربة يا جماعة، ادخل اتفرج عليه وعالج نفسك من الحسد لو انت شفت اي حلم من ال5 أحلام اللي انا هقولهم. وعشان ما اطولش عليكم على طول يا جماعة، يلا ندخل على طول على ال5 أحلام. اول حلم يا جماعة هي رؤية الحشرات او الصراصير في المنام. رؤية الحشرات او الصراصير غالبا يا جماعة بتدل على الحسد، هي بتدل اما على حسد او مس او سحر. بس لو انت ما بتعانيش من اعراض السحر او المس، لان طبعا المس او السحر بيكون ليه اعراض تانية، يعني بيكون ليه اعراض اقوى بكتير من الاحلام، بتحس بقى انك بيجي لك تشنجات، بتجي لك تهيؤات، الكلام ده. لكن الحسد يا جماعه لو انت حلمت، انت شخص طبيعي عادي عايش حياتك اليوميه عادي وحلمت بصراصير او حلمت بحشرات، اعرف ان انت بنسبه كبيره جدا مصاب بحسد ومصاب بعين. فخلي بالك جدا يا جماعه لو حد شاف الحشرات، وخصوصا طبعا زي ما قلت لكم الصراصير في المنام، لان زي ما قلت لكم ده بيدل اما على سحر او حسد او مس. بس زي ما قلت لكم لو انت عايش حياتك عادي يبقى اعرف على طول ان ده ايه، حسد. لكن طبعا لو في اعراض تانية مس او كده يبقى ده يعني لا قدر الله بيدل على حاجات تانية. تاني رؤية برضو يا جماعة لو شفتها اعرف ان انت محسود، هي رؤية ان في شخص معين بينظر لك نظرة فيها حقد. يعني لو انت حلمت ان في شخص معين بص لك نظرة فيها حقد او نظرة كده وحشة، اعرف ان الشخص ده حسدك. حتى لو الشخص ده قريب مني، حتى لو الشخص ده قريب منك، لان يا جماعه اي حد ممكن يحسد اي حد بيحبه. خلي بالكم يا جماعه، يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابص نفسي في المرايه واحسد نفسي، ممكن حد قريب منك قوي يحسدك. الحسد ما بيتوقفش على شخص بيكرهك، لا، ممكن شخص من نظره الاعجاب وتمنى ان هو يبقى زيك يحسدك. فزي ما قلت لكم يا جماعه لو انت شفت شخص بيبص لك نظره حقد، اعرف ان الشخص ده حسدك. تالت رمز يا جماعة بيدل على ان انت تعرضت الحسد ولو شفتها اعرف ان انت محسود، هي رؤية العين في المنام. اذا رأيت العين في المنام، سواء طبعا العين السحرية اللي بتكون موجودة في الباب، او شكل العين سواء سلسلة فيها عين او شكل عين، يا جماعة رؤية شكل العين في المنام بيدل يا اخي الكريم بشكل قاطع ان انت مصاب بحسد. فبالتالي يا جماعة يحذر جدا الشخص الذي يرى العين في المنام، لأنه يدل على الحسد. رابع منام بيدل على الحسد برضو يا جماعة هي رؤية ثقب في أي جزء من جسدك. لو أنا حلمت إن في ثقب موجود في جسدي، يعني اتعورت وفي ثقب موجود، أو حلمت إن في ثقب موجود من غير ألم، أنا ما اتعورتش ولكن رأيت ثقب في جسدي، أي ثقب موجود في جسدك تشوفه في الحلم، اعرف على طول إن أنت مصاب بحسد. فبالتالي يا جماعه اي حد يشوف اي ثقب في جسمه يحزن يا جماعه، لان ده المنام ده بيدل ان هو محسود. خامس واخر منام يا جماعه بيدل، لو انت شفته بيدل ان انت محسود، هي رؤيه الرصاص في المنام. لو انت حلمت ان حد ضرب عليك رصاص بالسلاح وضرب عليك نار، ده بيدل على الحسد، لانه ايذاء من بعيد، الرصاص بيؤذي من بعيد. ده اجمع عليها اغلب المفسرين، اجمعوا ان رؤيه الرصاص في المنام بتدل على الحسد. فبالتالي يا جماعه لو حد شاف نفسه حد بيضرب عليه نار يبقى الشخص ده حسده. طب شفت ناس من انا ما اعرفهاش بتضرب عليها نار، ده بيدل ان في بعض الاناس اللي انت مش عارفهم حسدوك. فبالتالي يا جماعه اي حد يشوف الرصاص وبيضرب عليه رصاص في المنام بيدل على الحسد، تمام. وطبعا لو الرصاص اصابك احذر جدا، لان ده بيدل ان الحسد اثر فيك. لكن لو الرصاص ما اصابكش يبقى ده بيدل ان في ناس بتحسدك، فلازم ان انت تحصن نفسك بقى عشان ما تصابش، لان طبعا الحسد ما بيأثرش في ساعتها، ممكن حد يحسدك تتأثر بعديها مثلا ب3-4 أيام، تمام يا جماعة. وبكده نكون خلصنا ال5 أحلام اللي بيدلوا على الحسد.
اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش كده تعملوا اشتراك وتدعوا لنا كده بالتوفيق، وربنا يا رب يوفقكم ويوصلكم لكل احلامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.